السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت وجبت لكم هنايا موديلات رائعه، موديلات جديده، موديلات انيقه في البيجامات اخر ما كاين، موديلات ديال فصل الشتاء وكاينين ديال فصل الخريف، موديلات ما شاء الله واخر ما كاين. اللي بغى شي حاجه مرحبا، النمره نخليها لكم في صندوق الوصف، غادي نخليها لكم على القناه. اللي بغى شي حاجه يتصل. بالنسبه للثمن، يعني الثمن جد رائع ومناسب لكل سيد، وبقوا معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا جميع الموديلات وجميع الاشكال وجميع الالوان. موديلات ما شاء الله في البيجامات، كاينين بيجامات دو بياس، 3 بياس، 4 بياس، كاينين موديلات ديال البيجامات طوال، يعني شكل قسوه كما كتعرفوا البيجامات كما كيكونوا. انتم عاد تشوفوهم معايا هنايا في الفيديو، بقوا معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا الموديلات والشكالات اللي عندي هنايا. دي كاين ديال المبرة، موديلات كلها يعني ما شاء الله اخر ما كاين. وهانتوما معايا ما تمشيو فين حتى تشوفوا جميع الاشكال وجميع الالوان في الموديلات. موديلات رائعه، كاينين موديلات سخان ديال فصل الشتاء وكاينين موديلات ديال الخريف ديال هذا الفصل هذا اللي حنا فيه، وموديلات ما شاء الله كلهم تحفة دائما الجديد والحصري على قناتي. اي حاجة جديدة كنحطها عندي في القناة، واللي بغى شي حاجة مرحبا. كما قلت لكم النمرة نخليها لكم في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم على القناة. وبقوا معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا الموديلات والاشكال الجميلة والرائعة. وما تنسوش تبارطاجيو مع العائلة ديالكم، مع الاصدقاء ديالكم، الصديقات ديالكم. اللي بغى شي حاجة مرحبا، كما قلت لكم النمره نخليها لكم في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم على القناه. اللي بغى شي حاجه يتصل. بالنسبه للثمن، يعني الثمن جد رائع ومناسب. وهانتوما معايا ما تمشيو فين حتى تشوفوا جميع الاشكال وجميع الالوان، موديلات رائعه. وما تنساوش تشتركوا عندي في القناه فضلا وليس امرا، وتضغطوا على زر الاشتراك واللايك باش تحفزوني دائما. ان شاء الله نزيد القدام ودائما نجيب لكم الجديد والحصري في الموديلات، في جميع الموديلات، اشكال متنوعه، اشكال مختلفه، موديلات ما شاء الله واخر ما كاين. موديلات تحفه بالنسبه للبيجامات، البيجامات ولا القفاطن، جلالب، ملابس ديال الرجال، ملابس ديال الاطفال، ملابس ما نحتاج نقول لكم، يعني كاينين جميع الملابس بشتى انواعها. يعني موديلات تحفه، واي حاجه بغيتوها مرحبا. اللي بغى يستفسر على اي حاجه، لا بالنسبه للثمن ولا المقاسات ولا الوانات ولا الاشكال، اي حاجه بغيتوها مرحبا. عاد نخلي لكم النمره في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم على القناه. اللي بغى شي حاجه يتصل. بالنسبه كما قلت لكم الثمن مناسب الكل سيده. وهانتوما معايا ما تمشيو فين حتى تشوفوا جميع الاشكال وجميع الالوان اللي عندي هنايا في القناه. انتما كتشوفوا معايا بيجامات طوال على هذا الشكل هذا، موديل ديال البيجامات كلهم ما شاء الله واخر ما كاين. موديلات جديده وحصريه على قناتي. كاين موديلات كاينين بالبنوار 4 بياس بالجوارب، كيكونوا بالتقاشر. موديلات كلهم تحفه، موديلات انيقه، موديلات رائعه. كاينين بالبنوار، كاين البنوار اللي كيكون طويل، كاين اللي كيكون قصير، كاين اللي كيكون عاوتاني قصير كامل. يعني هانتوما معايا في الفيديو تشوفوا معايا الموديلات والاشكال. كلهم الموديلات ما شاء الله واخر ما كاين في البيجامات ولا الملابس الاخرى. ملابس كلها ما شاء الله واخر ما كاين. موديلات في الاشكال، في الالوان، تشكيله جد رائعه. وهانتوما معايا ما تمشيو فين حتى تشوفوا جميع الاشكال وجميع الالوان. بيجامات كلهم يعني تحفه ما شاء الله. كاين بحال هذا الشكل هذا طوال، موديلات انيقه ورائعه، وكل وحده وذوقها والاذواق كتختلف، كل وحده والملابس اللي كترتاح فيهم. وهنايا كاين جميع الاختلافات عندي هنايا في القناه، الاختلاف في الملابس. موديلات ما شاء الله، موديلات تحفه، موديلات جميله، موديلات انيقه، دائما الجديد والحصري على قناتي. هانتوما كتشوفوا معايا موديلات في البيجامات، كاينين في الالوان، في الاشكال، في الموديلات، كل وحده ولونها، كل وحده فصلتها، كل وحده يعني ما نحتاجش نقول لكم. هانتوما كلشي كتشوفوا هنايا في القناه،
موديلات على الاشكال وعلى الالوان، موديلات ما شاء الله. وما تنساوش الضغط على زر الجرس باش ان شاء الله اي حاجه حطيتها عندي في القناه توصل عندكم انتم الاولين. وهانتم معايا ما تمشيو فين حتى تشوفوا الاشكال والالوان ديال البيجامات. وما تنساوش تبارطاجيو مع العائله ديالكم، مع الاصدقاء ديالكم، الصديقات ديالكم. اي حاجه بغيتوها مرحبا. كاين كما الشكل اللي قلت لكم البنوار طويل على هذا الشكل هذا، كاين اللي كيكون قصير، كاين اللي كيكون عاوتاني قصار في خطره. موديلات كلها تحفه، موديلات جميله جدا. كاين بيجامات ديال موبرا حتى هما اشكال يعني رائعه، يعني ما شاء الله ما نحتاجش نقول لكم. انتم كتشوفوا معايا هنايا الموديلات كلها رائعه، لا بالنسبه للبيجامات ولا الموديلات الاخرى اللي عندي في الفيديوهات اللي سابقين. موديلات كلها يعني جديده، دائما الجديد والحصري على قناه شريفه سمر، ومرحبا بكم. كاينين كما قلت لكم كاينين موديلات سخان ديال فصل الشتاء، وكاينين موديلات ديال فصل الخريف اللي حنا فيه دابا. يعني موديلات كلها ما نحتاجش نقول لكم، كلهم تحفه ما شاء الله. انتما كتشوفوا معايا الجديد في البيجامات، موديلات انيقه، موديلات جديده وحصريه دائما على قناتي. انتما كتشوفوا معايا الجديد في البيجامات، موديلات كلها تحفه، موديلات رائعه، موديلات انيقه في الالوان، تشكيله جد مميزه. وسمحوا لي بزاف اللي كيحضر اللي كيكون معايا في العرض، يعني انا كنطلقو كنخليه ما كنكونش مساليه. واللي كيجي عندي رانا كلشي كنمشي عنده كندير الواجب. وشكرا لكم جميعا اصدقائي الاوفياء. انتما كتشوفوا معايا الجديد والحصري في البيجامات، موديلات رائعه، موديلات جديده. وما تنسونيش من لايكات لايكات فضلا وليس امرا. وكما قلت لكم اللي بغى شي حاجه مرحبا، النمره نخليها لكم على القناه، وغادي نخليها لكم على في صندوق الوصف، عفوا في صندوق الوصف على القناه. اللي بغى يستفسر على اي حاجه لا بالنسبه للمقاسات ولا بالنسبه للموديلات الاشكال الالوان، اي حاجه بغيتوها الثمن، اي حاجه بغيتوها مرحبا. يعني كما قلت لكم النمره نخليها لكم على القناه ونخليها لكم في صندوق الوصف. وهانتوما معايا ما تمشيو فين حتى تشوفوا جميع الاشكال وجميع الالوان، موديلات تحفه ما شاء الله، موديلات جميله جدا، لا بالنسبه للفصل هذا ديال الخريف ولا بالنسبه للموديلات ديال فصل الشتاء، موديلات سخان كلهم مميزين، كلهم رائعين. بالنسبه للثمن يعني شحال وحده كتسولني على الثمن، يعني الثمن انا دايره لكم النمره في صندوق الوصف ودايرها لكم على القناه. اللي بغى شي حاجه يتصل. بالنسبه للثمن يعني الثمن جد رائع ومناسب. وهانتوما معايا ما تمشيو فين حتى تشوفوا جميع الاشكال وجميع الالوان، بيجامات رائعه اخر ما كاين، بيجامات مميزه تحفه ما شاء الله، تشكيله جد رائعه. انتما كتشوفوا الالوان ديال البيجامات كلها ما شاء الله، اي لون ما يخطرش على بالك تلقاها عندي هنايا في القناه في البيجامات ولا في الملابس الاخرى.
هانتوما كتشوفوا معايا الجديد في البيجامات، بيجاما بالبينوار، يعني موديل رائع. انتما كتشوفوا معايا بينوار طويل. كاين الملابس ديال المحجبات وغير المحجبات، يعني جميع الموديلات موجودة هنا في القناة. اي حاجة بغيتوها تلقاوها عندي هنايا في القناة. موديلات جديدة وحصرية على قناتي، وما تنساوش تشتركوا عندي في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش اي حاجة حطيتها عندي في القناة توصل عندكم انتم الاولين. وهانتم معايا ما تمشيو فين حتى تشوفوا جميع الاشكال، بقاو حتى لاخر فيديو تشوفوا الموديلات والاشكال الرائعة، لا في البيجامات ولا الفيديوهات السابقة، يعني كلهم موديلات تحفة، موديلات جديدة، موديلات مميزة، ثمن مناسب. وما تنساوش تبارطاجيو مع العائله ديالكم، مع الاصدقاء ديالكم، الصديقات ديالكم. اي حاجه بغيتوها مرحبا، بالنسبه اللي بغى شي يعني كادو ولا اي حاجه مرحبا. كاين ملابس ديال الاولاد، ديال الرجال، النساء، الاطفال، اي البنيتات، اي حاجه بغيتوها غتلقوها عندي هنايا في القناه. بالنسبه لاي حاجه بغيتو الاستفسار مرحبا، كما قلت لكم النمره نخليها لكم في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم على القناه اللي بغى يستفسر على اي حاجه، لا بالنسبه للمقاسات ولا اللوانات، الشكالات، الثمن، اي حاجه بغيتوها مرحبا. انتما كتشوفوا معايا الجديد في البيجامات، بيجامات يعني جميع الاذواق موجوده هنا، كل وحده وذوقها، وكل وحده والملابس اللي كترتاح فيهم. وهنايا كاين عندي داك الاختلافات كامله، كاين عندي هنايا في القناه يعني الاختلاف في الملابس، موديلات اخر ما كاين، موديلات رائعه، موديلات جديده، موديلات في الالوان، في الاشكال، ما نحتاجش نقول لكم، هانتوما كلشي كتشوفوه هنايا على القناه. كاين حتى البيجامات ديال المبرة، موديلات كلها تحفه ما شاء الله، اخر ما كاين لا بالنسبه للملابس ديال المحجبات ولا غير المحجبات. كاينين ملابس ديال فصل الشتاء اللي هما سخان، كاين بيجامات ديال هذا الفصل هذا اللي حنا فيه دابا ديال فصل الخريف، موديلات كلها ما شاء الله كلها تحفه. هانتوما كتشوفوا معايا، ما نحتاجش نقول لكم، هانتوما كلشي كتشوفوا هنايا على القناه، موديلات كلها رائعه. وسمحوا لي لا ما كنتش كنحضر معكم في العرض، راه كيكون عندي الشغل ما كنكونش مساليه، كنطلق العرض وكنخليه، واللي كيجي عندي راني كنرجع له بصدق. وشكرا لكم جميعا. انتما كتشوفوا معايا البيجامات يعني رائعه، كاين بيجامات سخان وكاين بيجامات اللي هما ديال فصل الخريف، موديلات كلها تحفه. دائما الجديد والحصري على قناتي. متابونا فلاشين ديالي فضلا منكم وليس امرا. تشكيله جد رائعه في البيجامات، ولا بالنسبه للالوان، موديلات مختلفه، الوان زاهيه، موديلات رائعه. بالنسبة للثمن يعني الثمن جد رائع ومناسب.
وما تنساوش تبارطاجيو مع العائله ديالكم، الاصدقاء ديالكم، الصديقات ديالكم. انتما كتشوفوا معايا الجديد والحصري في البيجامات، بيجامات كلها ما شاء الله، بيجامات جديدة، بيجامات دائما الأناقة، دائما الإبداع، يعني ما شاء الله موديلات في المستوى، موديلات جديدة وحصرية على قناتي. كاين هاد الشكل ديال البيجامات، حتى هما رائعين، حتى هما شكل جميل جدا. كاين هاد الشكل هذا، والصراحه الموديلات كلها ما نحتاج نقول لكم، موديلات كلها رائعه، موديلات جميله جدا. انتما كتشوفوا الجديد في البيجامات، بيجامات ما شاء الله، بيجامات رائعة، لا بالنسبة للبيجامات ديال فصل الشتاء ولا البيجامات ديال فصل الخريف، يعني موديلات كلها تحفة، موديلات جديدة، موديلات حصرية على قناتي دائما، موديلات في المستوى. الفصالة رائعة بالنسبة للبيجامات ولا الموديلات الأخرى، موديلات كلها ما شاء الله، ما نحتاجش نقول لكم، هانتوما كل شيء كتشوفوا هنايا على القناة، موديلات كلها رائعة، لا بالنسبة للبيجامات الطوال ولا بالنسبة للبيجامات اللي هما قصار ولا اللي بالسروال ولا اللي بالبنوار، يعني موديلات كلها رائعة. كاين بيجامة بالسروال والبودي اللي هو بحال السروال، وكاين اللي بالسروال والبودي والبنوار، كاين اللي بالسروال والبودي والبنوار والتقشر، كاين بيجامة طوال بحال هذا الشكل هذا، يعني كاين جميع الموديلات وجميع الاشكال وجميع الالوان، موديلات دائما الجديد والحصري على قناتي. ما نحتاجش نقول لكم، هانتوما كتشوفوا الموديلات والاشكال جد رائعه ومميزه. ودائما ما نساوش الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ودابا عادي خليكم فرحت الله مع تتمه الفيديو وفيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.